بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتناول الزيادة الواضحة في الاضطراب الجيوفيزيائي والجيومغناطيسي على الأرض. فكلما زاد تعمق القطب الشمالي المغناطيسي في الخطوط الأضعف وذلك بعد تجاوزه للنقطة المحورية 40 درجة، وكذلك زاد تقدم الأرض في مدارها وهي تقترب من أقرب نقطة مدارية من الضيف الزائر، إلا ولاحظنا زيادة في الجدود الكهرومغناطيسي والمناخي، حيث يمكننا أن نقول أننا تجاوزنا مرحلة الشدود المناخي إلى مرحلة التطرف المناخي، حيث أن الأرض تسجل احترارا شديدا وزائدا عن حده. ومن تلك المناطق التي تشهد هذا الاحترار هناك منطقة البحر الكاريبي وخليج المكسيك كذلك، وقلنا سابقا أن هذا الاحترار احترار سطح المحيطات سيعطي أعاصير، وبالفعل مر إعصار مدمر في شمال ولاية تكساس خلف دمارا هائلا في البنية التحتية، بينما نجمنا الشمسي يعيش هو أيضا تفاعلات غير مسبوقة وانفجارات إكليلية ونشاط شمسي غير عادي، دليل على أن كل الكواكب، كل كوكب يتحدث لغته معلنا عن اقتراب الزائر. أما الحقل المغناطيسي الأرضي فهو يعيش، ما نستطيع أن نقول أنه يعيش أيامه الأخيرة، حيث أنه لا تفارقه التشوهات وأشباه الانهيارات، وهذا ما سنراه حين نمر للشرح على الصور. هذه التشوهات وهذه أشباه الانهيارات هذه تعطي تكهربا شديدا ما بين سطح الأرض وطبقة الأيونوسفير. هذا التكهرب يتسبب في ارتفاع رنين شومان، حيث أنه عاد لضخ البيانات وسجل اليوم ارتفاعات وصلت إلى 82 هيرتز مع امتداد زمني طويل نسبيا، دليل على شدة الشحن والاختزان الكهرومغناطيسي. لنمر للصور ونبدأ شرحنا بالحقل الكهرومغناطيسي الأرضي، وحيث أنكم تشاهدون تقطع للخطوط، انعدام الخطوط تماما، هنا مبعثرة، كاد يسجل شبه انهيار حقلي مع ميلان شديد لمحور ثنائي القطب. عندنا هنا طاقة شديدة، انصباب قوي يضرب الحقل المغناطيسي الأرضي. هنا أيضا كما تتضح الخطوط متقطعة، دائما تواجد الميلان لثنائي القطب، هناك قوة تدفعه نحو الأسفل، انصباب قوي جدا يمثل الأحمر أعلى قوة. لاحظوا معي استمراري هذا حسب كل ساعة، فالرابعة إلى الخامسة هنا، عندنا هنا الخامسة إلى السادسة، ولاحظوا معي دائما التقطع دائم، التشوهات دائمة. سنلاحظ كيف هي الحالة الطبيعية للحقل المغناطيسي بعد قليل. هنا أيضا تقطع شديد في الخطوط يوضح أن الحقل المغناطيسي متهالك ويكاد يصل إلى أيامه الأخيرة. هنا عندنا الثانية عشرة إلى الواحدة، ولاحظوا معي كيف هي خطوط الحقل المغناطيسي، هنا دائما ميلان لثنائي القطب، طاقة شديدة جدا تدخل إلى الحقل المغناطيسي الأرضي. عندنا هنا الساعة السادسة إلى السابعة مساء، وهذه هي الحالة الطبيعية للأرض، قارنها بهذه الصورة. لاحظوا معي هذه الصورة والحالة الطبيعية التي كانت سنة 2009، فيما بعد لم نعد نرى مثل هذه الخطوط هكذا. ومن يشكك بوجود منبع طاقي دخيل فعليه أن يشرح لنا
السبب الحقيقي وراء ما يقع على الحقل المغناطيسي الأرضي. وهنا كما قلت ويقارن لنا لماذا الخطوط هنا واضحة كأنها شعر منشوط، ومن الذي يتسبب فيما يقع بها ها هنا، علما أن الرياح الشمسية ضعيفة ولا تصل لتلك النسبة التي تشوي بها الخطوط وتكسر به الحقل المغناطيسي الأرضي. هذا يتسبب في تكهرب شديد ودخول طاقة كهرومغناطيسية شديدة تعطي ارتفاعات في رنين شومان، حيث أنه اليوم يوم 29 كما ترون التاريخ، يوم 29 سجلنا في أعلى نقطة ها هنا، سجلنا 82، مع أن هناك ارتفاعات شديدة 48 56 61 و60 في الأخير، امتداد زمن طويل من 11 ليلا إلى 6 صباحا تقريبا من يوم 29، يعني أن الارتفاع شديد جدا، لذلك قطعوا البيانات ليلة البارحة، والآن عادت البيانات وتسجل هذا الارتفاع، لا ندري كم سجل البارحة. هذا أيضا يتسبب في زيادة ارتفاع حرارة الأرض في بعض المناطق، خصوصا كما قلت في هذه المنطقة، سنكبر الصورة، سنحاول تكبير الصورة. عندنا هذه المنطقة في المحيط الأطلسي الكاريبي وخليج المكسيك، حيث أن هذا يتسبب في أعاصير، وقد وقع إعصار شديد بالفعل ضرب ولاية تكساس، شمال ولاية تكساس. عندنا هنا بأفريقيا الوسطى مناطق تصل هذه الحرارة باللون الأحمر كما ترون في المفتاح، حيث أن اللون العادي هو الأبيض، ثم كلما زاد اللون إلا حتى نصل للأحمر. عندنا البرودة ها هنا لا توجد في أي منطقة، عندنا الأزرق تشهده بعض المناطق في روسيا، لكن هناك حرارة ستعم حتى جزيرة العرب تقريبا. عندنا هنا بشرق المغرب كما تلاحظون جنوب إسبانيا قد تشهد حرارة، من المتوقع لأنه يوم 27 ماي، هذه الخريطة نشرت يوم 27 ماي، قلنا بأن هذه الحرارة تعطي أعاصير، وبالفعل هذه بعض الصور للدمار الذي خلفه الإعصار بالولايات المتحدة الأمريكية بتكساس. فموسم الأعاصير بدأ مبكرا جدا هذه المرة، وسنرى أعاصير قوية وموسم إعصاري استثنائي بالفعل، حين نلاحظ قبل بداية موسم الأعاصير مثل هذه الأمور، يعني أنه ستقع أعاصير قوية هذا العام. الشمس والبقع الشمسية، وكما قلت فالبقع الشمسية مرقمة كما تلاحظون، فكل بقعة معروفة برقم. عندنا هنا انفجار إكليلي بهذه البقعة يظهر في هذه الصورة كما تلاحظون، هذا انفجار إكليلي، وهذه مثل هذه الصور يأخذها البعض لكي يقول بأن هناك عواصف شمسية وما إلى ذلك، لكن من الذي يؤكد لنا بأن هذه البقعة التي بها هذا الإكليل الشمسي أو هذا الانفجار هي في جهة الأرض، أو هذه الرياح الشمسية متجهة نحو الأرض؟ لا ندري ولا نستطيع تحديد هل هي قادمة نحو الأرض أم لا. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.